أزياء، أحذية، شنط، نظارات وبرفيومز، كلها أشياء بتشغل بال كل النجمات وما نقدرش نستثني حد ونقول إنها ما بتهتمش أبداً. لكن الموضة في كل حاجة بقت عاملة هوس لكل النجمات، وكل واحدة منهم ليها برضو اللي بيميزها. تعالوا نشوف التقرير التالي هيكشف لنا تفاصيل أكتر عن كل ده. نلاحظ على بعض النجمات هوسهم بقطع أو ألوان معينة في إطلالاتهم دون تغييرها على مدى السنوات. لطيفة من أكثر الفنانات المغرمة باقتناء الأقراط الدائرية لدرجة الهوس. لما السما تنزل على الأرض، ولما الطول يسبح بالعرض، ولما فيوليو تموت من البرد، أنا ممكن أحن. مريم فارس هي الأخرى من المحبات للأقراط، خصوصاً ما كان منها ذات تصميم مميز، ونادراً ما نراها تخرج من المنزل بدون أقراط كبيرة ورائعة الشكل. أما هيفا وهبي فهي مهووسة بالأحذية خاصة ذات الكعوب العالية، ونادرا ما نشهدها ترتدي نفس الحذاء مرتين، ولن تصدق أن هيفا أحيانا تتدرب في صالة الجيم بكعب عالي، ودائما تنشر صور لأحذيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نعلم كم تحتوي خزانتها من أحذية. غادة عبد الرازق مهووسة بالتجديد في شكل الشعر، فدائما تفاجئ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير لون أو قصة شعرها. مايا دياب وهوس الخواتم، نراها باستمرار تزين أصابعها بأنواع متعددة من الخواتم، منها الكبيرة والصغيرة. أحلام لاحظنا جميعنا هوسها بالمجوهرات الثمينة، حيث يعد ما لديها من المجوهرات ثروة من أجمل وأروع التصميمات. والله نجوى كرم وهوسها بالموضة، تحديدا الفساتين ذات التصاميم والألوان الزاهية، وتختار في أغلب الأوقات الفساتين الطويلة ذات قصات متنوعة، بعضها يكون ضيق والبعض الآخر يكون عريض، مما يجعل إطلالتها مختلفة. مي عز الدين لديها هوس من نوع آخر، واعترفت من قبل عبر صفحتها على موقع إنستغرام أنها مدمنة عطور، ووصفت حبها للعطور بأنه وصل إلى مرحلة المرض، ونشرت مي صورة لمجموعة من العطور التي تمتلكها لتوضح صدق كلامها، وقالت إنها تنفق بجنون على العطور، وأنها أحيانا تستيقظ من نومها وتضع العطور وتعود مرة أخرى.